الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية المشمش الفاسد في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في حال رأى الحالم أكل المشمش الفاسد في المنام يكون دليل على التعرض للهموم والأزمات. عندما ترى المرأة الحاملة المشمش الفاسد في المنام يكون دليل على تعرضها للمشاكل في الحمل. عندما ترى المرأة المتزوجة المشمش الفاسد في المنام يدل ذلك على الأزمات المادية والصحية التي تتعرض لها. عندما ترى الفتاة العزباء المشمش الفاسد في المنام يدل على الضغوط النفسية. عندما يرى الرجل المتزوج أنه يشرب عصير المشمش في المنام دل على استقرار أحواله المادية، فقد يدل كذلك شرب عصير المشمش للمرأة المتزوجة على اقتراب زوال الأزمات المادية. عندما ترى الفتاة العزباء ذلك يكون دليل على الأحوال المادية المستقرة، كذلك يدل على المستقبل الزاهر والمشرق للفتاة. في حال رأى الحالم نوى المشمش في المنام يكون إشارة إلى الأمور الطيبة للرأي، حيث إذا رأى الرجل المتزوج نوى المشمش في المنام يكون دليل على الأولاد. كذلك في حال رأى الشاب الأعزب ذلك يكون إشارة إلى رغبة الشاب في الزواج والاستقرار وتكوين أسرة وأبناء. قد يدل زرع المشمش للرجل المتزوج على تربية الأبناء وصلاح الذرية. عند رؤية المرأة المتزوجة أنها تزرع المشمش في المنام قد يدل على تعرضها للإصابة بالمرض، فقد يدل كذلك على الحصول على المال والثروة في الفترة القادمة للشخص الحالم. في حال رأى الحالم أنه يأكل المشمش الأخضر الطازج يدل ذلك على حصوله على مال، حيث إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل المشمش الأخضر الطازج يدل على حصولها على ورث كبير. عندما ترى المرأة المتزوجة أكل المشمش الأخضر يدل على الحمل أو رزق كثير لها. عند رؤية المرأة الحاملة المشمش الأخضر في المنام يكون دليل على الخير. رؤية شرب عصير قمر الدين في المنام يكون دليل على السعادة والفرح، فإذا رأت الفتاة العزباء عصير قمر الدين في المنام يدل ذلك على التعافي والشفاء من الأمراض بإذن الله. في حال رأت المرأة الحامل أنها تأكل قمر الدين في المنام يكون دليل على أنها تنعم بالرزق والمال، كذلك يمكن أن يدل للمرأة المتزوجة على الراحة التي تعيش بها المرأة. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.